شال شال داك لومبلي شال 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 لومبلي شال ما يهدر ما يتكلم ويمسح الراحة ومن هنا والسعادة جماعة الخير السلام عليكم والله يتقبل الله يتقبل الجماعة الله يتقبل الجميع بجاه النبي الشافع الله يتقبل الصلاة وتقبل الركوع وتقبل السجود وتقبل الفاتحة وتقبل الصيام على سير الأيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بجاه محمد خير الأنام السلام عليكم من جديد كاين الرسالة الأولى الحباب زي من عند النكوان تاع البدوي من عند حبيبنا مبارك البدوي مبارك قال لي خاطر الفرح مواليه سيدي عبد القادر مبروك ما زاد عليه وحبابه اللي يبغيه هذا جنان النبي اللي فيه بني على الزينين شرف ابن وحمدون شرف ابن حمليل وليدات بني زناسن كان شي حد من مهايا ربما هلان قال لجات القدرة تاع رب العالمين 100 مرحبا به عند هذا الجماعة الزينة نهار مبارك سعيد عيد المؤمنين المركعين الساجدين الطالبين الحامدين في العرب الاسلامي من اللي فيه الله يتقبل الجميع وهذا من الفرح الله يسخر له به بنسابه باحبابه وعائلته وقريبه مراه وراجل غايب وحاضر كبير وصغير غني وفقير كاين رساله معارضه من عند مول الهديه خيمة العزو المزيه من عند عزوزي عزوز عزوزي عزوز قال في خاطر جماعه شردان نوار كبار وصغار في خاطر الحجاج في خاطر الفقراء احتراماتي لكاين الطلبه في خاطر كبار الجماعه وهديه للشباب الله يجعل خير من انصاف جماعه الخير سيدي ربي دارني هذا الحال والحمد لله عايش من فضله والراجل المليح لا يخس بالمال واللي جاي ما نتبع شي فعله ولد الرقبه تبغي الناس تدير وفان ويا سعدات من داري وفالو في الحزه وديق قصده الرجال لا بدر الخضار من بعد يولو نختم قولي بصلاه النبي تاع المال محمد شفيع لا بهنالو في خاطر الجماعه ويحيى والحباب الله يخلف ويطيب عليكم وتريح ويطيب عليكم من تسجد الجماعة قاعد حان تاع الخير وتمشي الجماعة تبقوا روحكم ديك الساعة بينكم بين الكوزينة كل القليل كل الياسر كل اللي شاط كل النقي كل الموسخ شرب تاي كل الخبز والماء ما يسالك ربي غير خير الجماعة جبل الجماعة إلا بغاتك فرح وإلا جفاتك كان حالة إلا اعتزلت من الجماعة مشي محمد مشيت كما كان عمر الانسان زيد من جيبك وما تعتزلش من جيبك هذه وقت المشتى كانوا يطوروها من الديو وعلى هنا صبر شي تيوب البريسود ولا بسلامة ولا باي باي ولا باي باي ولا صافي اللي بني لي حساب اللي يعاونه ودي عرفني غراني ندهش يصلح ما يسالي منه جماعة الخير السلام عليكم تانتم كذلك اصحاب خزانة من هو واحد الرسالة والله يبلغ مقاصد الجميع كاين رسالة من عند واحد الولية بنت الفاميلية في الدار وفي ديك الدار حورية من عند واحد الحاجة والعربية الحاجة قالت لي في خاطر هذا جنان النبي كبار الجماعة والشباب والشياب ورجع الخير فين ينصاب الحاجة قالت لي بخاطر الفرح مواليه وعم قادر مبروك ما زاد عليه ونسبوا يدي الحاضر وغايبين من ذهنيه بخاطر بني على الزينين وفي خاطر شرفة بن حمدين وكبار شرفة بن محمدون وهلان قاد وميدات المهايا وعرس بن زناسن وفي خاطر بن يقين قاعدين المين خالد العز والجميل وعلى راسه بشكون قالت الحاجة الرئيس ومدين ولكن إذا كان شي غلط بيني وبين الحاجة المراسل هو اللي يتحاسب ماشي أنا في خاطر الجماعة والأحباب جملة جنرال في خاطر هذه الجهة الزينة من الشيخة وجماعة عمل حرش وسي إبراهيم وخونا رمضان وسيدي جمال والأحباب جميع الرجال وكبار جماعة أصحاب الخزانة والحاجة وجماعتها والله يزيد الخوال للجميع الله يزيد الخوال للجميع ومدين الله يشد الضرر الله يعجل له بالشفاء الله يطلق سلاحه ولا يخدم سلاحه صح ربي يخلف